السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أيها الأخوة الكرام. رحلتنا اليوم للشاطئ هوارة. الكويفيسيون اليوم 63، المارية ماشي ديال الصيادة اليوم، لاكتيفيتي ضعيفة بزاف، الرياح شمالية غربية ضعيفة إلى معتدلة، والبحر قليل الهيجان 060-070. اليوم غنستعمل الخيط ديال 20 لدونة ديال 140 صاروخ. غنستعمل الخيط هذا، هو الكوتد، هذا فايت مجربو مزيان، جربت كاع الرقيق ديالو. غندير واحد الويشبو ان شاء الله، نديرو فيها جوج ديال الطعمات، اما هذا حناش اما هذا الواد اولا اللونغ. غندير اللونغ، عندي كعرش. المهم غنجربو ان شاء الله اليوم كلشي. صنانة الاثاري رقم 6. كانوا طالبين مني شي الاخوان ندير لهم شي فيديو على شمن صنارة كتصلح المحرقصة والدرعي. المهم انا تنستعمل اي سناره، ما كذبش، كلشي مزيان، خص تكون غير ماضيه. هادو غير اساري، راهم غير سواقيين. هادو المشكله ديالهم هو انهم تيصديو السيده جوج ثلاثه، اذا كنت تهلا فيهم ثلاثه اربعه المرات ارميهم بدلهم، ما غاليينش بزاف. غير الخيط ديال 40 هذا، نعرف هاد الصباح تحصل شي حوته مزيانه، تنخافوا من شي معزه، يكون عندك شويه الصح. ها هما فينا هما ويشبون. ماذا حناش هذه الاولى، ها هي فين هي. هذه اما هذا الواد، بوخو ديال الواد ملي تيكون باقي طري تيبقى يتقطع دغيا، ماشي بحال هذا، خص واحد زعما يخليه عيا شويه باش كترخى. دابا هذه من تتكون طريه كتبدا تهرس. نديرو لها نشكلوها شويه بجباده ها ها جوج طعمات. ندير واحد شويه كوليسون هنايا تتعاون شويه. ها هو شويه هنا كوليسون ترقيعه. الفريفرا غادي نستعمل ليها جوج صنانار ويشبون. هاد الفليورو كربون ها هو 100% فليورو كربون، هادي 100 المترو كدير 13000 فرنك مشرية من علي اكسبريس. هادي كندير واحد جوج صنينيرات فيها باش نديرو فريفرا. هادو الإشكالية ديال هاد الصنينيرات، تضربهم محرقصة كتعوجها.
سنين راس وشبو. فريفر عندي من ديك النهار. هما جوج سنين راس بحال هاد الشكل هذا. بقى تتحرك اجو السنين رات مازال ما درت البونه. مية وأربعين غرام ديال الصاروخ نجربو عاود. هادي ديال الفريفرة هي فيها الخيط ديال العشرين، هادي فيها الخيط العشرين وهادي العشرين. البرامور فين ما كيبانش غادي نسيب شحطوها حتى هي. يا بسم الله يا تحية رسالة. ممتاز، بلاصة فين بغينا هي هادي. واخا الخيط غيجي في الموجة يقدر يكون فيها الربيع، انما نعملو فراجات في الواد. هاديك مشحطة قريبة شوية، شي 140 متر والاخرى شي 100 متر. جري 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 هاكا تجبد على فريفرة. وي 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 بشوية بلاتي يا الحبيبة، شحطتها على فريفرة يا صاحبي. باقا كتجبد باقا كتجبد. الله 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 الحبيبة فريفرة. وما دير دويدة جبدتهم ورديتهم ما حداهمش، فريفرة هي كتجبد. الشكام طلعت وتلفو. بسم الله يا فتح يا رزاق، يا ربي تسهل فيها. كاينه كاينه الحبيبه كاينه، خيط ديال العشرين نسيسو معاها. ما كاين لا ربيع بعدا لا والو، هاكا كتحس بالحوته مباشرة. من كاين لا ربيع لا والو، تيكون الربيع ما كتعرف واش الحوته ولا الربيع. الله الله يا ربي تسهل فيها يا ربي تسهل فيها يا ربي. ودقتم يا الحباب دقتم، جلدات مع راسها راه شويه ترخف ليها الجهد، ما بقاش فيها الجهد بزاف. كنت حاني راسي في التليفون هي كتجبد. جايه مسعفه ماشي ما تتبانش كبيره بزاف، ولكن ما نعرف الا تكون جايه سهله الله اعلم. هي جايه مطمئنه مسكين. جايه مسافه، خاصها تقرب الجن بعد تحيه.
بالنسبه لي شكون هذه الراطع كاع هي قريبه ولكن فين ما نعرف مع الجو مغمم باقي الصباح ما كاين لا شمس لا والو نتفاهموا نشوفوا شويه هكا حاجة هي مسافة كانت مفرح بدات كتضرب بدات كتنطح ولا هذه الراطة دخلت بدات كتنطح يا صاحبي محرق سالين اي 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 يا اي 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 وصلت للجن ما مكتبش فرزه وصلت حتى للجن يا صاحبي بان شويه وافيه كان كيسحب لي شويه صغيره ساعه هي وافيه يا صاحبي الفريفره كي دارت لي ها جوج سنانر وطلقت منهم يا صاحبي هاي فين هي عاودوها اليوم عاود الله يجيب شي وحده اخرى نعاودوها اليوم كان جايه دابا عاد مسافه وصلت للجنب يا صاحبي وهي تكنزز هذيك الضربات اللي ضربت فكوها ديك النطحات اللي نطحت فكوها من الصنار ما كانتش واحلى مزيان جات فرزق نعاودوها ان شاء الله الماء بدا كيدفى شي شويه نبدا كيزيان شويه اللي كانت مشات شي 140 دابا حتى دابا مشات مزيان ممتازه دابا في نفس المكان اللي كانت فيه دابا هنا جبدناها هي ضربتها بقات صنانر وسمحت فيها ضربتها هرستها حصلت صنانر وطلقتها غنمشيو نعاودوها تا كاينة كضو صنارة تعوجت ها صنارة تعوجت شوي هرست كعريشة وعوجت صنانر هذاك الشيء علاش عاقت بهم وسمحت فيها هذه اللي فيها الدويدات بجوج جبدتها لقيتهم ما كلاوهاش انا وجدت لها فريفرة عاود ولكن وقيلة فيها شي حاجة ما عرف شناهي بغينا نبدلو الساعة يمكن الدويدات شادن شي حاجة الله اعلم هاي جاية خاوية كان على الربيع وقيلة واحد فيها كان على الربيع واحد نكاد الدويدات هما شندلوهم من الرايا ونحيدوهم ونديروه فريفرة فريفرة كياكلوا عليها هذيك وحده راه حصلت وهربت وحده هرسوها دابا حنا نزيدو لهم هادي ثاني
دابا بحال اللي قلنا كوليسيون ها هي تتشوجي مهزوزه شويه الفوق. بسم الله يفتح يا الساق حتى هذه غنصردوا ليها الكعارش نشوفوا الكعارش باقي ليها هما اللي خدامي البحر تيعمر غادي تيعمر الصباح كان خاوي الستة الصباح كان خاوي دابا تيعمر ربما في 12 ولا هذا غيكون عامر 12 قبل العشاء يا بسم الله يفتح يرزق هذا كان مرايا ولي فيها محوط صغير دوك السواقي والويده اللي كانوا هنا كاملين طمروا قلبوها بعض مرة تخسرها وتمشي باقي ما حداواش ما باقي ما حداواش شوف كيفاش تفرست حتى وما كتحصلش عندك دقيتين جوج كعريشات فرتت درنا عاود جوج طعمات واحد الدودات مخلطين باناشي يوم يما دحناش يما هاد الواد واحد امريكانه كانت في الفريغو درتها معاهم وهنايا واحد اللونك نجربو ثاني عاود هذيك باقا فيها فريفرة هذي حيدت منها فريفرة اللي هربتو دابا عاود نجربو هاد اللعيبة عاود تيهرسو وما تيحصلوش ما سخون شوية مزيان يا بسم الله يفتح يرزق يا بسم الله يفتح يرزق مازال الاخوان تيسولوني على كيفاش كنجبد فريفرة راه باقا عندي داك النهار نعاودو لهم الطريقة ما فيها بس ها هي كنعملو اللونغ اي لونغ كون فريغو جديد ملح كلشي تيخدم نقدروا نديروا من غير اللونغ نديروا السردين نديروا الشطون كبايله هي راه تاكل كلشي راه تاع الدجاج واللحم تاكل وين مصارم ديال الدجاج تاكل غادي نجمعوه نديروا واحد مجموعه هاد اللونغ ها هي بحال هذا الشكل هذا واخا يكون انا قلت لك واخا كاع اللي شاط لكم بقاو تعملوه في الفريغو تدو بها اي فريفر بعد اللونغ او لا السردين او لا اي حاجه سواء البيوه في هاد العكاز او لا قصبه عود الا ما كاين شي لويه في حجره ولا ديرو في صناره ودير بلومو وطمروه في الرمله حنا نوريو كيفاش تطمرو وراه تيتجمع ليها هذا اللونغ هذا بحال اللي قلنا سردين اللي كان لويناه على عكاز او لا حجره كاع نطمروها في الرمله او لا في الصناره ونديرو في اللدونه كاين بزاف هذيك اللدونه نديرو ليها خيط ونربطوه في البيكي كاين بزاف ديال الحلول المهم هو تجمعهم باي طريقه تجمعهم فواحد البلاصه باش تيسهل عليك تجمعهم كاين اللي كرش في الرمله وداك الشيء باش هذا تيبقى خصك تبقى تابع كل وحده هاكا لا هاكا ها انت دابا تجي شويه الرمله هاكا 10 سنتيم 15 20 سنتيم دابا انا عندي هنا شي 10 سنتيم لان البحر تيعمر غادي وكيطلع الماء
واحد ربع ساعة نقلبوا نجمعوا لقينا شي حاجة شي غنزيدو حنا ما كيطلع حنا كنطلعوا معاه ما لقينا شي هنا نزيدو شوية لقدام وحنا غادي. هذه اللي كانت عندي من ديك النهار هي فينا هي كتهرب في وسط الدود تتاكل الدود بالحرام ولكن زايد ناقص خليها تاكل باش تبقى صحيحة. هذه انت تجي للبحر تطلق ليها الماء عاود شويه باش الشروب وتحيد حيت راه تنحيدوا ليها الماء في دابا الطويسه هنا نسدوها ونطمروها عاود هنا في بلاصه في الماء باش ما يخرجوش. نشوفوا هادي وجات فيها ما عطيتهاش الوقت بزاف ولكن نشوفوا واخا كيف نقلبها. ها وكذا هاكا كنقلبو في الجناب دايما تلقى شي وحدة تالفة هاكا شيخ نقلبو في الجناب هنايا ماشي طلع نزيدو هاد هنا شي خير وبركه. سبعة الحبات بعض المرات كتطلع حتى ل 15 16 ضربة واحدة ولا 20 كاع. هادو راه يصيدو لك دابا هادو ما كتحتاجش بزاف هي راه تدير الطعيمة كتبقى شي بحال الدود دغيا تيتنكل. شفتها كانت كتجبد دابا عاد ولكن بلا ما تطلع هاد الشك كامل ولكن كانت الحوته ما كاينش فيها اللحم كانت هادي على الكعرش هادي هما بجوج ندير الكعرش ولكن كانت كتجبد بلا ما تطلع خاصها تكون حصلت كاينة حاصلة. أوه لا حلاوة كانت تجبد تتميل القصبة تبارك الله باينة مزعلطة يا صح وتجبد هي بشويه حيت الماء بارد من كلاصي ما قاداش تجبد اكتيفيتي ناقصه اليوم زيد علينا ماء بارد تبارك الله باينه كبير. يا هادشي قاصح يا ربي تسهل فيها وحده بعد النوع دي كتجبد يا صاحبي كتجبد عندك عاد تمشي للقصبه شويه لهنا تمشي لي القصبة الأخرى غادي تروني هذا ليها ديريكت كنشوف هي القصبة كتميل بلا ما تجبد الخيط الماكينة مرخوفة وما جبدتهاش دابا هي كتقاتل تقيلة وصافي ماشي كتقاتل المهم تقيلة تقيلة وين زوينة يا صاحبي يا ربي تسهل فيها وصافي دابا عاد مكانتش شادة نتمنى على ربي تكون شادة دابا باش ممشاتش القصبة الأخرى أخرى مرمية قريبة بغيت تلحق عليها تعال تجبد يا أخي تجبد نتصل الماكينة تكون مطلوقة باش ترى بغات تهرب يا فين تمشي صحة تبارك الله قاصح ما خصنا شي نتحلقو وسهلة تمام كلاسي يا
كاين حتى شويه د النور. ما جايهاش مسعفه يا خويا. مره كنقلب على قصبه اخرى عندها كنجبدها معايا، ولكن وقيله بعدت منها صح. ولا ديال هاكر بعدا نقصو شويه الشغل. شي راسها في الرملة. المهم يبقى دايما خايف من الطونديلة ترخفت ما بيك تفلت بعض المرات. ها هي ماجية، ها هي ماجية، ها هي بدات تتبان محرقصة تبارك الله، محرقصة محرقصة جاية محرقصة. الكرة ديال الرطا دخلت. زيد بنيتي زيد 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 بدات تنطح ياسر، بدات تنطح. زوينة تبارك الله، زوينة 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 زوينة. يا ربي تسهل فيها. بعد حالها هكا هربت لي توصلت تل. ما تقدر دير والو غير سيس معاها تتخرج. كيف تنطح تتسحب. زيد انت زيد زيد زيد. يا ربي يا ربي يا ربي. الله الحمد لله والشكر لله. الخير تبارك الله. حمزة عطان واحد فيها سنان رجوج ها خايف. هما بجوج لاصقين فيه. انا فين تفلت. واغلين فيها سنان رجوج. انت تبارك الله. الحفينه كل مره جبد شويه. انا عاود جبدتها هاي ما حداوهاش فريفرا. نعاود نشحطوها عاود تا هذيك الاخرى فيها فريفرا. البحر احمر كوفيسيون 53 ما عرفوش قلتها صحيحه في الاول ولا هذا. اعتقد يمكن يكون 63 كوفيسيون 53 وغادي يطلع. ماريا صغيره ولكن ماريا اللي كيكون فيها نقص لاكتيفيتي. يا بسم الله يا فتح يا الزق. نشوفوا هاد القصيبات مي يكنع عليهم تكون حاصله شي وحده ولا علاش ما كاين لا جبيد لا والو. جبدتهم شي جوج المرات ما كانوش حداوها. غادي نجبدوها ثاني نشوفوا عاود باينه خاويه. هذيك راه جبدتها زيدتها لقدام حاسي خوي طعمها ما كانوش حداوها رديتها ليهم. نشوفوا حتى هذه نزيدوها حتى هي بالمناسبة. هذه خاوية باينة. هذه الثانية جبدتها هاهما شحطوها خلاو لك سنين يا راجل. الثانية هذي هاهما كلاوها ديرو لي واحدة أخرى. هذيك ما كانوش حداوها. ها أخرى جبدتها حتى هي هاهي شحطوها رونوها كلاوها ولا بحال بلا ما يحصلوا. نعاودو نعمرو عاود